واش تكون المكافأة ديالو في سنتين الجزائريه. نحن نامل ان ذاك الممرض يخرج بتقاعد يعيش بكرامه، هذا هو الامل ديالنا. يعني ترقيه استثنائيه لا محيد عنها، ترقيه استثنائيه من سلم الى سلم، وبصفه ضحيه. اليوم كنعاود ناكدوا الرساله ديالنا للوزير باننا مصممين على المطلب ديالنا، لا تنازل ولا استسلام حتى تحقق هذه الترقيه، ومستعدين للنضال حتى تحقق هذه المشروع.